من أجل لنقل الأموات. يعني هذه السرقة من ثلاثة ديال جامعة الربيع عبد الصباح زيد، من نص ديال الاتفاقية كما بين جوج ديال الطرفين، جوج ديال الأطراف. اتفاقية إطار الشراكة والتعاون هي بين جامعة الربيع عبد الصباح زيد في شخص رئيسها السيد مولاي عبد السلام علوي، والكائن مقرها في شارع مولاي إسماعيل الفول، والجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة في شخص رئيسها السيد عبد الرزاق غزاوي، والكائن مقرها بنفس العنوان تقريبا نفس الشارع مولاي تباجة انطلاقا من التوجيهات السامية إلى تعبئة كل الطاقات والفعاليات الوطنية، واعتبارا للدور الذي أصبحت تتمتع به الجمعية في باع موسع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، تم الاتفاق بين الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة وجامعة الربيع عبد الصباح زيد، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: المادة الأولى اتفاقيات عامة، يلتزم الطرفان بتكثيف جهودهما حسب ما يتوفرون عليه من خبرة ووسائل عمل من أجل التعاون بينهما. هذه على حوايج بغيت من بعد فيما يعود بالمصلحة على السفينة. المادة الثانية تضع الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة على إشارة جامعة الربيع عبد الصباح زيد حافلتين من نوع، غادي يعطيونا النوع ويعطيونا حتى ليماتريكيل ديالهم، مرقمتين تحت عدد، غادي يعطيو ليماتريكيل وسيارة إسعاف لنقل الأموات مرقمة حتى تحت عدد. المادة الثالثة اتفق كل من الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة وجامعة الربيع عبد الصباح زيد على خلق جسور للتواصل والتعاون بما يعود بالنفع على السكينة. المادة الرابعة: يعمل الطرفين على تكثيف جهودهما المادية والمعنوية والبشرية في تسخير وصف قدرات الأطفال والشباب وصقل المواهب الثقافية والرياضية والاجتماعية. المادة الخامسة: تلتزم الجماعة الترابية عبد الصباح زيد بألفول بتأمين حافلتين وسيارة الإسعاف لنقل الأموات كما يتعهد وضع شعار الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة على الحافلة وسيارة الإسعاف لنقل الأموات موضوع الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في ناديرين على حسب البشرية والقرار للعربية باللغة العربية، وتدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليها في الدورة العادية لشهر فبراير 2017 لمزيد جامعة عرب الصباح زيد، والتوقيع عليها من لدن رئيس الجامعة الترابية عرب الصباح زيد ورئيس الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة. هذا الشيء اللي كان في المسألة ولكم واسع النظر. إذا تم الاتفاق عليها راه غادي تبقى ساهمة في المسألة ديالها. شي حاجة زعما بعد. يلاه.